أكد سكان قرية لدراز ومرتادو الطرق حولها أن الأوضاع في القرية عادت إلى طبيعتها بعد تدخل رجال الأمن في العملية الأخيرة والقبض على الإرهابيين الذين تمركزوا في القرية وقاموا بإغلاق الطرق وتعطيل الحياة الاجتماعية لسكانها. الزميل يحيى العمري زار القرية وعاد بالتقرير التالي. حفظ الأمن مسؤولية وأمانة، محورها تطبيق القانون ونشر الأمن في ربوع الوطن. لذا كان ضروريا التجاوب مع مقتضيات الأمن والنظام العام، وفي الوقت ذاته تلبية متطلبات واحتياجات المواطنين من خلال التحرك الأمني الفاعل لإزالة العديد من المخالفات القانونية في قرية لدراز بالمحافظة الشمالية، إذ كان الهدف الأساسي للعملية الأمنية التي تمت بتاريخ 23 من شهر مايو عام 2017 هو حفظ الأمن والنظام العام وحماية السلم الأهلي، وفي الوقت ذاته تأمين متطلبات المواطنين. وعليه قامت قوات الشرطة بإزالة الحواجز المخالفة التي تم وضعها في الشوارع بهدف إعاقة حركة السيارات والمارة وتعطيل مصالح الناس. وفي وقت لاحق تم فتح الشوارع وإعادة الوضع إلى طبيعته في القرية، الأمر الذي قدره كثير من المواطنين والمقيمين في القرية، حيث قاموا بممارسة أعمالهم اليومية بشكل طبيعي والذهاب إلى أعمالهم ومدارسهم في المواعيد المعتادة من دون أي تعطل أو عقبات. الوضع ما شاء الله يعني صار جدا أوكي، الحين انفتحت يعني الشوارع وصار تسهيلات أكثر يعني بالنسبة للخدمة المجتمعية، صار يعني ما شاء الله يساعدهم بعد وايد الحمد لله. إيه الحين شوي قبالي شوي أحسن من هذيك الأيام. وقد تمت هذه المعالجة الأمنية من منظور المصلحة الوطنية العليا، والتي تقتضي بالدرجة الأولى حماية أمن الوطن وتأمين السلامة العامة، لتظل البحرين كما عهدناها بلد الأمن والسلام. الحمد لله، والله يعني الازدحام خف كلش، يعني عكس اول ناخذ لنا تقريبا ساعه وشوي، الحين الحمد لله ميسر الامور. الحمد لله احنا يعني الحين قمنا نروح ونرد نشوف، يعني الحمد لله ما في شيء ولا مشاكل ولا شيء. نشهد هناك تطور فعلا لحلحه بعض الامور بما يتعلق في جماعات خارجه عن القانون والنظام، تمركزت في هذا المكان وجعت لحواجز ومتاريس، وبدأ النشاط في خلال فترة ما يقل عن 11 شهر في هذه الفترة. وبالتالي يعني احنا نشيد بمبادرة معالي وزير الداخلية بإزالة هذه الحواجز وفتح الطرق لعودة الحياة إلى طبيعتها. وفعلا كان هناك شكاوى كثيرة سابقا في هذه المنطقة بعدم قدرة الأهالي على التحرك، وإحنا اليوم يعني مع إزالة هذه الحواجز أكيد بكون هناك انفراجة لاحقة. أيضا أنا يعني أيضا أدعو ولاء الأمور أن يوجهون يعني أبنائهم وبعدم التغرير بأبنائهم وسلكهم في اتجاهات تخل بالأمن والنظام العام. وهكذا ستبقى الرسالة الأمنية ماضية في طريقها للوصول إلى الهدف الأسمى، فأمن الوطن وأمان أهله أمر يستحق التضحية، وسيبقى رجال الأمن على العهد والوعد دائما. حفظ الأمن والنظام وضمان سيادة القانون تحت أي ظرف من الظروف وفي كل مكان هو الهدف الأسمى الذي تقوم على تنفيذه رجال الأمن في وزارة الداخلية،
وذلك بكل دقة واحترافية، وهذا ما أكد عليه سكان قرية الدراز الذين أشادوا بعودة الحياة الطبيعية وفتح الطرقات وما قام به رجال الأمن من جهود كبيرة في إعادة الحياة الطبيعية إلى مسارها. يحيى العمري لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين. وللمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا العميد عبد الله الجيران، مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية. بعد التحية سعادة العميد، يعني هل تطلعنا على الوضع الأمني في قرية الدراز بعد العملية الأخيرة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ولله الحمد عادت الأمور إلى طبيعتها بشكل تدريجي. نعم. وهذا اللي أكد الوضع في الشارع الآن ويبديه المواطنين وتعكسه تنقلاتهم بشكل طبيعي ولله الحمد. المواطنين الآن يمارسون حياتهم الطبيعية بعد ما تم فتح الطرق وإزالة الحواجز اللي كانت منتشرة في الشوارع واللي وضعتها العناصر الإرهابية وشكلت من خلالها نقاط إرهاب أهالي الدراز، وكانت تشكل خطورة على حياة المواطنين وتغير حركتهم وتضر أيضا بالسلام العام. وعملية الإزالة طبعا شملت أطنان من المخلفات والحواجز واستمرت عدة أيام. طبعا الأمر اللي حتم علينا من إتمام هذه العملية الأمنية برمتها، والمديرية الأمنية ولله الحمد على اتصال دائم مع كافة الفعاليات في الدراز للوقوف على الاحتياجات الأمنية للمواطنين، ذلك استناد إلى مبدأ الشراكة المجتمعية اللي طبعا تعمل وزارة الداخلية على تطبيقه. نعم. وإحنا الحمد لله بدورنا نشكر المواطنين على تعاونهم وحرصهم على التواصل في إطار تحقيق الأمن الشامل، وهذا التعاون طبعا محل تقدير ويعكس حرص المواطنين على أرساء الأمن وحماية السلام العامة. وبلا شك أن عودة الأمور إلى طبيعتها واستقرار الأوضاع في الدراز أمر يحظى باهتمام سيدي معالي وزير الداخلية ومتابعة أيضا من سيدي رئيس الأمن العام. نعم، العميد عبد الله الجيران، مدير عام مديرية شرطة المحافظة الشمالية، شكرا جزيلا لك.